التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدير الشعب المصري للجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعا عن أمن مصر وسلامتها. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي كبار قادة القوات المسلحة عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس تزامنا مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان. وخلال اللقاء استعرض الرئيس السيسي جهود مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة. شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الخيمة الرمضانية السياسية لحزب الشعب الجمهورية، والتي أقيمت بمقر الحزب تحت عنوان المحور السياسي للحوار الوطني. وثمن وفد التنسيقية اختيار الحزب للمحور السياسي بكافة لجانه، ومنها مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة. هذا وأكد وفد التنسيقية ضرورة الاهتمام بالوعي لدى الشباب، مشيرا إلى أهمية دور المحليات في الوقت الحالي، وكذلك تدريب وتأهيل الكوادر الشبابية في الأحزاب. قال مسؤولون أمريكيون إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة بقيمة 2.6 مليار دولار. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن المساعدات قد تشمل رادارات للمراقبة الجوية وصواريخ مضادة للدبابات وشاحنات لنقل الوقود. وقال المسؤولون إنه من المتوقع أن تتضمن المساعدات التي قد تكتمل خلال الأيام القليلة القادمة ذخائر للدبابات، إلى جانب إدراج ذخائر جوية دقيقة ومعدات جسور. أعلنت الولايات المتحدة الانضمام إلى البلدان والمنظمات في جميع أنحاء العالم للضغط من أجل المساءلة والمطالبة بالعدالة للأوكرانيين، وذلك بعد مرور عام على استعادة القوات الأوكرانية مدينة بوتشا الأوكرانية. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن ترفض ما وصفها بالفظائع التي ألحقتها روسيا بمدينة بوتشا الأوكرانية وما زالت تلحقها بالمدن الأوكرانية الأخرى، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تنسى الأوكرانيين الذين عانوا وقتلوا على حد تعبيره. دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إطلاق سراح مراسلي صحيفة وول ستريت جورنال المعتقل في روسيا إيفان جيروكوفيتش، وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن هذا هو أول تعليق علني لبايدن حول هذه المسألة منذ أن اتهمت السلطات الروسية المراسل بالتجسس. وجاءت دعوة إدارة بايدن من بين مطالبات أخرى تحث روسيا على إطلاق سراح المراسل، حيث كان قادة أكثر من 30 مؤسسة إخبارية حول العالم وقعوا رسالة إلى السفير الروسي لدى الولايات المتحدة يطالبون فيها بالإفراج عن المراسل. حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا معنويا على المريخ السوداني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. كان الزمالك قد ودع دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا من الجولة الماضية ليصبح ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي: في المقدمة الترجي التونسي بعشر نقاط، وفي المركز الثاني شباب بلوزداد تسع نقاط، وفي المركز الثالث الزمالك برصيد سبع نقاط، والمريخ السوداني في المركز الأخير برصيد خمس نقاط.